وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، سيدات والسادة الوزارات الممثلي وزارات الإدارات ومصالح الأمنية وممثلي جمعيات أرباب العمل والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك، أسرة الإعلام، سيدات والسادة حضور الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالسيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وأن أتوجه بالشكر الجزيل أصالة عن نفسي ونيابة عن إطارات قطاع التجارة للسيدات والسادة الحضور على تلبية دعوتنا ومشاركتنا فعاليات هذا اللقاء. إن هذا اللقاء الذي سنضع من خلاله اللبنة الأولى بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لتحديد تسيير قطاع التجارة عبر استعمال الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سوف تسمح بتفعيل عمليات وآليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان شفافية ونزاهة المعاملات التجارية ودعم قواعد الحماية المستهلك. في هذا الإطار وطبقاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن الجزائر بالموازاة مع الإصلاحات التي مست العديد من القطاعات أبت إلا أن تولي أهمية كبيرة لإرساء مبدأ الحوكمة الإلكترونية عبر تسخير الوسائل المادية والبشرية المتاحة لاستخدام أمثل وعلى نطاق أوسع لتكنولوجيا المعلومات لكسر حاجز الزمن والمسافة في تعاملات السلطات العمومية بمختلف مصالحها مع جميع أطراف المجتمع وبالأخص المواطنين. إضافة إلى ذلك، فإن تعميم استعمال التكنولوجيا الذي شرع فيه سوف يسمح لا محالة بتسهيل العمل التجاري وتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية. وأمام ما تم إنجازه لحد الساعة، فإننا نتقدم بجزيل الشكر لإطارات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وعلى رأسهم السيدة الوزيرة على المجهودات المبذولة والتي لا زالت تبذل لإرساء أسس الحوكمة الإلكترونية التي تشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. أيتها السيدات والسادة، وفي هذا الإطار فإن عملية القيد في السجل التجاري تهدف إلى عصرنا تنظيم السجل التجاري، استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الشارة الإلكترونية، تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، السماح لكل شخص من الحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وكذلك تسهيل وتطوير وعصرنة عملية مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان المصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا. سيدات والسادة الحضور، إن وضع السجل التجاري الإلكتروني حيز التنفيذ أصبح حقيقة ملموسة منذ سنة 2014، حيث وصل عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية تاريخ 31 نوفمبر 2018 828,328 سجل تجاري إلكتروني من مجموع عدد التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يفوق 2 مليون تاجر، أي بالنسبة 43%. هذا وفقا للتعليمات التي تم إصدارها لمصالحنا الخارجية لتجسيد برنامج الحكومة المتعلق بتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية والمستوحات من السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. وأختنم هذه المناسبة لتوجيه نداء إلى منظمات وجمعيات أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لدعوة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من مصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 11 أبريل 2019 باعتباره آخر أجل للحصول على السجل التجاري الإلكتروني.
وبفضل اللجوء إلى استعمال السجل التجاري الإلكتروني ستتمكن مصالحنا من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية وملاحظة السوق وضبطه بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعاتها. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكراً معالي الوزير. أول مداخلة حول عصر